السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنعمل تقدير لأسباغ البناء الضوئي اللي بنسميها فوتوسينثيتيك بيجمنت. ايه هي أسباغ البناء الضوئي؟ أسباغ البناء الضوئي المشهورة عندي واللي أنا ببقى عايز أقدرها بالذات لما النبات يتعرض لإسترس، سواء الإسترس ده كان بيوتيك أو أبيوتيك ستريس، جفاف، ملوحة، هيفي ميتال. أشهر ثلاث حاجات بقدرهم حاجة بنسميها الكلوروفيل A والكلوروفيل بي، وحاجه بنسميها الكاروتونايتس. تمام، طب بنقدرهم ازاي دول؟ اول حاجه بنوزن جزء من اول ما التجربه بتاعتنا بتخلص بناخد جزء من الاوراق اللي هو الاخضر، جزء اخضر طبعا قبل ما بنجفف، بناخد جزء من الاوراق ونبدا نحطه في كحول ايثيلي 80%، 80% كحول ايثيلي، يعني بنحضر 80% كحول ايثيلي. بنوزن وزنه معينه من الفريش ليفز ولتكن مثلا 1 من 10 جرام، ونضعها داخل 1 من 10 جرام دي، نكتب نسجل الاوزان دي، 1 من 10 جرام نضعها داخل 10 ملي من الكحول الايثيلي، ثم بعد ذلك نحطهم في حمام مائي في زي الانبوبة كده. يبقى 1 من 10 جرام في 10 ملي من الكحول الايثيلي 80%، يعني 80% يعني باخد 80 ملي من الكحول الايثيلي المطلق وبحط عليه 20 ملي مية، كده بيجي هو 80%. بنحطها في الحمام المائي، درجة حرارته كام؟ درجة حرارته 60-65، أقصى حاجة 70 طبعا، وليكن مثلا 65 درجة مئوية، لحد ما يحصل إيه؟ لحد ما ألاقي النسيج الأخضر اللي أنا حطيته كده بيجي كولرلس، بيجي عديم اللون. ده دليل إن كل أسباغ البناء الضوئي خلاص تم استخلاصها هنا. تمام، بعد كده بعمل إيه؟ بطلع العينات عندي من الحمام المائي، طبعا هيبقى كلها لونها اخضر زي كده والاوراق بقت كلرلس. هنا تم استخلاص اسباغ البناء الضوئي داخل الكحول الايثيلي. هعمل ايه بقى؟ هجيب مايكرو بليتس زي كده، مايكرو بليتس طبعا دول عددهم 96. بعد كده هبدا اخد من كل عينه حوالي 200 مايكرو، من كل عينه هبدا اسحب 200 مايكرو واحطها في المايكرو بليتس دي بالشكل ده، اهي اهي العينات عندي اهي. بعد كده هروح على السبكتروفوتوميتر وهقيس عند اطوال موجيه معينه. الاطوال الموجيه دي اللي هي ايه؟ 663، طول الموجه 663 نانومتر، و 644 و 452.5. ليه الاطوال الموجيه دي بالذات؟ لان هي دي الاطوال الموجيه اللي بيحصل عندها اعلى امتصاص لاسباغ البناء الضوئي، سواء الكلوروفيل A او الكلوروفيل B او الكاروتونايتس. بعد كده هاخد الابزوربانس اللي هيطلع عندي، اللي هو قيمة الامتصاص اللي هتطلع عندي على الجهاز، وابدأ اعوض فيها في مجموعة من القوانين بتديني في النهاية تركيز مين؟ تركيز الكلوروفيل A والكلوروفيل B والكاروتونايت. طبعا التركيز ده هنا بيبقى منسوب ل، بيبقى مثلا بالمايكروجرام لكل ملي. طبعا انا عشان ارجع انسبه للورقة تاني عايز انسبه مثلا بالملي جرام لكل جرام بالنسبه للورقه، فانا عشان كده بنقول لازم نحفظ كويس الوزن اللي احنا اخذناه في الاول، وبنحفظ كويس الكميه الكحول او الفاينل فوليوم بتاع الكحول كان كام؟ كان 10 ملي، لان دول هنحتاجهم في القوانين، وهنسيب لكم القوانين هنا على الشاشه بحيث ان احنا نعوض في الابزوربنس اللي حصلنا عليه ونحصل على كميه الكلوروفيل الموجوده عندي في الورقه. زي ما قلنا هناخد العينات عند المايكرو بليتس وهنبدأ نظبط الويف لينس عند 644 و663 و452.5، يعني هنا هنبدأ ب 663. طبعا هنا هنحدد العينات اللي احنا هنقراها، انا العينات حاططها مثلا في 3 C و D، فانا هقول له بس اقرا العينات الموجوده في C و D عند 603، عند 663. هنا هيبدا يسحب العينات وهنا هتبدا تظهر لي نتائج الابزوربانس عند 663، وهكذا هعيد برضه عند 644 وعند 452.5.